ايه الحرمة الملختينة دي؟ عدم المؤاخذة فز قوم تقعد ازاي قدام واحدة ست محترمة وهي واقفة يا عديم الاتيكيت؟ ده انا هجيب لك بوليس الاداب. ليه بس؟ ازاي تتهجم على واحدة ست؟ ست؟ انا مش شايف قدامي ايها ست، ده انا جنب منك ابقى ميرلين مورنو. اهلا بكم. ضيف النهارده هو قمه المتخصصين في مصر، هو قمه العلم التجميلي في مصر، اداء العلم التجميلي الرائع جدا، المهني جدا على المستوى المهني وعلى مستوى الريبيتيشن في الكلينيشن في العيانين، في طبعا حدث ولا حرك اسم كبير جدا على مستوى الاداء الاكاديمي، وده نقطه مهمه جدا علم، لانه من الصعب جدا ان تجمع بين المهاره اليدويه وبين العلم الغزير الاكاديمي الخاص باحدى جامعات مصر العريقه جامعه عين شمس، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، واسم طبعا شرفنا جدا ان هو يكون معنا النهارده ويتحدث في واحده من الحاجات اللي هو ربما بيتفرد فيها على مستوى عالمي، هو طبعا الاستاذ دكتور حسام ابو العطا، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات التجميل والليزر، احد ابرز جراحين مصر والوطن العربي وايضا الاسم العالمي المتميز. اهلا بيك دكتور حسام. اهلا وسهلا بحضرتك، وحشنا جدا جدا. انا عايز اقول انه ثدي انت بتعمله منذ سنوات عديده، والحقيقه يعني انا مثلا عارف ان الوطن العربي كله كان بيجي يعمل ثدي عندك، يعني من دول الخليج كلها، من السودان، من ليبيا، كل الوطن العربي. والثدي من الحاجات اللي انا قلت ان هو يمس الكرامه ويمس التجميل. هل انا مظبوط في التعبير؟ لا كلام مظبوط. احساس البنت بانوثتها بيبتدي امتى؟ احنا عندنا طفله صغيره 10 سنين، 11 سنه، 12 سنه، هي حاسه انها طفله. امتى البنت دي بتحس ان هي تحولت لآنسه؟ مادمازيل، امتى؟ لما تبتدي غده الثدي تظهر عندها. اول ما تبتدي تحصل عندها التغيرات الفسيولوجيه دي، واول حاجه بتظهر عندها الثدي، تبتدي البنت بتحس بانوثتها. وكل ما غده الثدي بتكبر معاها، كل ما البنت تحس بانوثتها اكتر. طب لو في مشكلة بقى والبنت غدة الثدي ما كبرتش عندها، يحصل عندها بقى اللي حضرتك كنت بتقوله في المقدمة، حاجة بتمس كرامتها، حاجة بتنتقص من ثقتها بنفسها، من إحساسها بإنها أنثى، إنها مش كاملة. مكتملة. أنثى مش كاملة. أنا دايما بشبهها، أقول البنت اللي صدرها صغير عاملة زي الراجل اللي العضو الذكري بتاعه صغير. هو هيأدي الوظيفة، مش هيأديها، لقد ثقته بنفسه قليلة. طبعا نفس القصة، البنت اللي صدرها صغير هي هتأدي الوظيفة، هي هتتجوز وهتحمل وهترضع، مفيش أي مشكلة كوظيفة، ما فيهاش مشكلة. لكن ككرامة، كإحساس بالثقة بالنفس، ده مش موجود. عشان كده دايما هقول مقاييس تجميل الثدي عشان نبدأ بالبيزكس. مقاييس تجميل الثدي، الثدي هو مخروطي الشكل، بيمتد من الضلع الثاني للضلع السادس. الحلمة والهالة عند قمة هذا المخروط، تقريبا عند الضلع الرابع أو عند منتصف الذراع. أنا بقول للسيدة إيه، أقفي قدام المراية وشوفي الصدر بتاعك وأنت واقفة، المفروض الحلمة تبقى عند نص الدراع. الصدر بياخد لفه لبره شويه، واللفه دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا علشان رضاها. الام لما بتيجي ترضع الولد او البيبي بتشيله كده، والحلمه دايركتد لاترال، كويس؟ الاتجاه ده هو الاتجاه السليم. لان احنا بنواجه مشكله في بعض العيانين تقول لك يا دكتور انا عايزه صدري واقف ومتشعلق لفوق، ده الناتشرال، ده مش طبيعي.
مش طبيعي خالص. مفيش حلمتين باصين لقدام. هما لو الحلمتين باصين لقدام حضرتك هترضعي ازاي؟ هنمسك الولد كده نشيله كده نرضعه نخلي الولد نجيب له كرسي؟ لازم يتشال كده. الصدر لازم ياخد اللاترال انكلينيشن بتاعه او اللفه الخارجيه دي بالحلمه باصه لبره. لان دي مشكله بتواجهنا في الاكسبكتيشن بتاعه العيانين. اللي هو يا دكتور انا عايزه صدري شكله ايه؟ تمام. الصور اللي منتشرة في الميديا بتاعت الصدر خلت الناس عندها شوية مفاهيم غلط عن شكل الثدي. الثدي برضو في الآخر لما يكبر لازم يطلع شكله طبيعي. طبعا لازم يطلع شكله طبيعي، وإلا نفس اللي دايما بنقوله في الحلقات. طب هو حضرتك لما تبقي قلعة قدام جوزك هل المفروض يبقى عارف ان انت مكبره صدرك ولا مش مكبره صدرك؟ المفروض صدرك يبان طبيعي. لو انت مصغره صدرك هل المفروض يبقى عارف ولا صدرك يبان طبيعي؟ لازم يبان طبيعي. لو احنا عاملين اعاده بناء ثدي لازم يبان طبيعي. فهي هي دي الفكره، ان احنا لازم ناخد بالنا من مقاييس الجمال، ولازم نبقى فاهمين ان الشكل في الاخر لازم يطلع طبيعي. اللي احنا بنشوفهم الصدر متشعلق لفوق وقريب من بعضه والمنظر الارتفيشال ده، او اللي انت اي حد يشوفها يقول ده صدر متكبر، دي بس هي عندها مشكله واحده، ان اصلا ما كانش عندها غده ثدي. زي الرجاله. تخيل انت راجل وانت حطيت له بالونه السيليكون، هيقوم الصدر او الشكل ياخد ايه؟ شكل الدايره اللي تحت. تمام. فيبان الصدر كانه مدور. عشان كده احنا استبدلنا القصه بتاعت السيليكون اللي هو شبه دمعه العين. اللي هو يدي الشكل الناتشرال، اللي هو من فوق فاضي شويه ومن تحت مليان، عشان يدي الرسمه الطبيعيه بتاعت الصدر. طيب ستات كتير بيبقى صدرهم كويس ويتغير. ويتغير. تيجي هي بقى، وده على فكره بيضايقهم يعني بشكل صادم، لانه هو ساعات التغير ده بيحصل في فتره زمنيه قاسيه سريعه جدا بعد الحمل والولاده. بص ايه التغير ليه بيحصل؟ التغيرات بتحصل عند المراه في ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي مرحله النضوج او مرحله البلوغ، ودي المرحله اللي الصدر فيها يا يكبر وياخد السكه الطبيعيه بتاعته يا ما يكبرش. تمام. المرحله الثانيه هي بعد الحمل والرضاعه. استجابه الثدي لهرمونات الحمل والرضاعه حاجه من ثلاثه، عشان نبقى فاهمين وحافظين كويس. استجابه الثدي لهرمونات الحمل والرضاعه حاجه من ثلاثه، يا اما الصدر يكبر ويرجع تاني طبيعي وخلاص اكن ما حصلش حاجه، يا اما الصدر يكبر وما يرجعش يفضل كبير، تقول لك يا دكتور انا بعد ما رضعت صدري كبر، يا اما الصدر يضمر يكش يفضى. تيجي لعند تقول لك يا دكتور انا صدري فضي، انا كان صدري كويس بس بعد الحمل والرضاعه صدري فضي، بقى حته جلده، بقى كاشش. فهو ده اللي بيحصل. الفترة الثالثة اللي بيحصل فيها تغيرات هرمونية هي الفترة بتاعت النضوج، احنا بنسميها فترة النضوج، اللي هي فترة انقطاع الدورة. بعد انقطاع الدورة الست عادة بيحصل لها ضمور في غدة الثدي، ان هي بتبقى معتمدة اساسا على هرمون الاستروجين اللي بيقل بعد انقطاع الدورة. ده مهم قوي، الهرمونات وتغيراتها بتلعب دور في قياساتك انت. طبعا. طبعا طبعا طبعا. طيب هنبدا الاول بتكبير الثدي. تكبير الثدي ما بين العلم وما بين ايضا الحاجات الاشتغالات. خليني اقول لحضرتك بحكم ان انا يعني زي ما قلت في المقدمه ان انا راجل اكاديمي واستاذ جامعه، احب اقول شويه احصائيات. عمليه تكبير الثدي هي العمليه نمره 2 على مستوى العالم. نمره 2 في العمليات كلها، في عمليه التجميل. نمره 1 هي شفط الدهون. على مستوى العالم، سواء في امريكا اوروبا او مصر، هي شفط الدهون نمره 1. نمره 2 هي عمليه تكبير الثدي. تمام. دي العمليه نمره 2. فلك ان تتخيل كميه العمليات اللي بتتعمل في عمليه تكبير الثدي. هل عمليه تكبير الصدر هي عمليه قديمه ولا لسه مستحدثه؟ لا، دي من القرن ال 19، من 1897، لما حاول جراح الماني ان هو ينقل جزء من الدهون من ظهر سيده لصدرها. بعد كده حصل في فترة العشرينات والثلاثينات كانوا بيحقنوا مادة زي الايفوري او الجلاس او الواكس. واكس يعني زي الشمع، زي الشمع والسمخ. عملت مشاكل وعملت اورام وعملت التهابات. ده زمان قوي، ده في العشرينات، ده في التاريخ، في العشرينات. في الاربعينات يبان الحرب العالمية الثانية ابتدى يظهر في اليابان السيليكون السائل. اليابان اول بلد طلعت السيليكون والله، والسيليكون السائل. فكانوا الستات بيحقنوا صدرهم السيليكون السائل ده. فتره الاربعينات. نفس القصه، مشكله السيليكون السائل كان بيعمل التهابات ويعمل
مش اورام، يعمل زي حويصلات حوالين السيليكون كده تبقى تتشخص غلط على انها اورام. الفترة اللي جاية نعتبر بداية ظهور السيليكون بجد اللي احنا بنستخدمه دلوقتي سنة 1962. اتنين جراح عين امريكان اخترعوا فكرة ان السيليكون السائل ما نحنقوش كده، نحطه في شل، نحطه في دايرة من السيليكون. ومن سنة 1962 الى الان حصل تطورات بقى في الغلاف الخارجي بتاع السيليكون، في الحشوة بتاعت السيليكون. ده اللي احنا هنشوفه. تمام، ادي سيليكون. تمام، انا قطعه بالسكينه من النص. لو انا دوست عليه، ما اعرفش الكاميرا هتجيب ده ولا لا، هتجيب. شايف الجل يا دكتور ايمن عامل ازاي؟ ده مش سائل، ده متماسك اهو. دوس تاني كده، ايوه كده احنا شايفين كويس قوي. شايفين ده احنا قاطعين هنا يا جماعه البتاع عشان نطلع ده سيليكون متماسك. لو كان سائل كان دلدق، لو سائل كان الدلدق هو ده اللي بيعمل مشاكل، لكن المتماسك مفيش منه مشكله. تمام، ادي الجدار بتاعه اهو رفيع شويه. ده شكل ما احدث من كده شويه اهو. ده الجدار اتخن شويه. لو انا قطعته برضو اللي باله على مهل، ده مش عايز يتقطع السكينه نفسها؟ لا، الشيل قوي غير ان السكينه. الشيل نفسه قوي. تمام، اهو قطع اهو. تمام، شايف اتقطع بصعوبه. شوف انا قعدت ماشي عليه السكينه قد ايه عشان يتقطع. بص الشكل السيليكون ده، ده مور كوهيسيف عن ده. ده هتلاقي فيه زي بابلز جوه كده. ده مصمت. ده الأحدث. ده الأحدث. التكنولوجي ده أقدم شوية. تمام؟ كل مادة التكنولوجي يتخن لي الشل ده ويخلي لي الجل الداخلي متماسك أكتر. تمام؟ إزاي بنعمل العملية بقى؟ العملية عملية بسيطة جدا، بتاخد تقريبا 45 دقيقة. تعمل بمخدر موضعي مع مهدئ بسيط او منوم خفيف كده عشان المريضة ما تبقاش قلقانة. الصورة دي كويسة قوي، مبينة الماركينج بتاعت العملية او المقاييس بتاعت العملية. اللي هي اي عملية تجميل يا جماعة، اهم خطوة فيها هي الرسم اللي بيحصل في الاول. البوينتس دي اهم حاجة، اللي هي الخطوط اللي احنا بنعملها على جسم العيان، اللي انا بعملها على المريضة وهي واقفة، علشان المريضة لما بتنام اللاند ماركس دي كلها بتختفي، تختلف. المريض وهو واقف غير وهو نايم. ده الخط اللي في النص وبداية الثدي. دي نقطة عايز افهم الخط اللي في النص ده. الخط في النص ده الميد لاين بتاعنا، اللي هو الخط المنتصف. الخط المنتصف. هخرج بره خط المنتصف سنتي ونص. تمام، سنتي ونص ناحية اليمين واحدة. بداية الصدر بيبتدي سنتي ونص بره خط المنتصف. عظيم. طب لو عملته 2 او 3 سنتي تلاقي الصدر بعيد عن بعضه. يعني عايز اقول لك الحتة دي فاضية يا دكتور. شكلها مش حلو. عندها حق. طب لو قربته من بعض نص سنتي كمان تلاقي الصدرين فتحوا على بعض. مهم جدا الخطوة دي وانت بتسلك جوه، وانت بتفتح البوكت دون، انك تبقى دقيق بالظبط. بوكت اللي هو الجلد فوق العظمة دي بالظبط. انا عايز اقف عندي سنتي ونص من الميد لاين. لما اعمل كده تلاقي الصدرين قريبين من بعض وشكلهم حلو. الشكل اللي كل عينين بيبقوا عايزينه، الصدر قريب من بعضه. في نقطة الانسيجن، الفتحة دي بقى نقطة مهمة جدا. هي الفتحة انا هحطها فين عشان الجرح يبقى فين بعد العملية؟ انا عايز الجرح يبقى فين؟ في حتة مخفية. ايه الحتة المخفية؟ التانية ما بين الصدر والبطن. كويس. طب ما اوريدي البنت اللي ما عندهاش صدر ما عندهاش التانية. ايوه. او حتى لو عندها التانية، ما انا لما احط السيليكون مكان التانية ده هيختلف. يبقى انا هحطها فين؟ ما قبل العملية. دي كانت بيبر ورق. لا دي كانت ورقة. رسالة. مش رسالة، ده كان بحث. انا عملته الحمد لله، ربنا وفقني فيه ونشرته دولي. فين تحط مكان الجرح علشان ما بعد العملية يطلع في الكريز مظبوط. فيري ديفيكلت. طبعا يعني انا فهمت دلوقتي، لانه مكان التانيه ده بيختلف بعد العمليه. قبل العمليه ما هو انا عندي البنت عندها التانيه بتحت فيه دي. مستحيل يطلع بعد العمليه نفس المكان، لان ده بيطلع لفوق. هيطلع لفوق قد ايه بقى؟ سنتي ولا 2 ولا 3؟ ده حسب السيليكون اللي انت هتحطه مقاسه قد ايه. وحسب جلد المريضه، المرونه بتاعته، عامل المرونه بتاعه شكله ايه. بتقعد تحسب الحاجات دي؟ طبعا تحسبها. فالبحث ده انا قعدت شغال عليه حوالي 3 سنين. الحمد لله ربنا وفقني ان انا وصلت لمعادله حسابيه اقدر بيها لما احط العلامه تيجي في الكريز المستقبلي. هنا لما بنرفع الثدي دي صوره ان احنا نحطه تحت العضله. وهنا هيقول يعني في نقطه عايزين نتكلم فيها، واحنا بنحطه فين؟ تحت العضله ولا تحت غده الثدي؟ دي ليها دواعي استعمال ودي ليها دواعي استعمال.
امتى بحطه تحت العضله؟ احطه تحت العضله لو المريضه دي ما عندهاش غده ثدي، لو ما عندهاش جلد، اهو زي ما هي دي محطوطه تحت العضله. العضله اللي هي لونها احمر، اللي لونها احمر عضله الثدي، والثدي نفسه الغده نفسها لونها اصفر. كويس. احطه تحت العضله لو انا ما عنديش كفر خارجي، لو انا ما عنديش الجلد مش تخين، مفيش غده ثدي، لو انا حطيته تحت الجلد مباشره يتحس، فلازم احطه ورا طبقه اخرى تداري السيليكون. كويس. لكن القاعده ان احنا بنحط ورا غده الثدي على طول. هي دي القاعده. العمليه زي ما قلت لحضرتك بتاخد تقريبا 45 دقيقه من الجرح، وده اشهر جرح يتعمل اللي هو تحت الثدي. ممكن اعمل الجرح حوالين الحلمه عند الهاله، وممكن يتعمل تحت الابط، وممكن يتعمل من السره. كويس. هنا ده يبين لي وهي محطوطه ورا غده الثدي مش تحت العضله. الاولاني كان تحت العضله، ده تحت غده الثدي مباشره. أيوة. وده نتيجته بتبقى احسن طبعا، وشكله بيبقى مور ناتشرال، اكثر طبيعي. تمام. وهنا خلاص بتبدا الست ايميديتلي بعد العمليه، ده الوضع الاساسي. ده الوضع الاساسي. الصدر في الاول ممكن اسبوعين ثلاثه واقف وناشف، بعد اسبوعين ثلاثه بياخد الشكل الطبيعي واللفه الطبيعيه بتاعته. من اشهر الكلام اللي بيتقال، اولا امتى اعمل عمليه تكبير ثدي؟ ان في ناس بتعملها في سن صغير، ابتداء من ال 18. في ال 18 ده القاعده. اكتمال فتره النضوج عند البنت او البلوغ خلاص. تمام. حته الكبسول ايوه اللي هي اشهر كلام. طيب ده يقول لنا، يدخلنا نقطه مهمه، ايه المضاعفات بتاع تكبير الثدي؟ هل تكبير الثدي ليه مضاعفات؟ انا بقول لا، ملوش مضاعفات. ملوش علاقه بالاحساس، الحاله ما بتاثرش الاحساس بتاعها. لو اتاثر لفتره شهر او شهرين بعد العمليه، ده سببه الاسترتش او الشده بتاعه الجلد، وبعد كده بيرجع طبيعي. ملوش علاقه بالرضاعه، هترضع طبيعي البنت دي لو هترضع ان شاء الله. ليه؟ لان انت حاطه ورا غده الثدي، فهو بعيد خالص عن الغدد اللبنيه. ملوش علاقه بالاورام نهائي، ملوش اي علاقه بالاورام، غير مرتبط بالاورام. السيليكون، ماده السيليكون دي اللي هي الرمل. الرمل ده احنا ما بنتفاعل انرت، ما بنتفاعلش معاه، ماده خامله. المضاعفه الوحيده اللي هي نادره الحدوث حاجه اسمها كبسوله. ايوه. قشره هنشرحها بالبلدي للمشاهدين. هي مش مضاعفه بمعنى المضاعفه، هي مش مضاعفه، حاجه بتضايق ساعات. ادي السيليكون صح. طري ولا مش طري؟ طري جدا. طري. لما بنيجي نزرع السيليكون ده جوه الجسم، علشان هو ماده خامله، فالجسم بيحميه، بيفتكره زي الاجهزه بتاعته، زي الكبد او زي القلب او زي الرئه. مش احنا لما بنشوف الكبد او الرئه او القلب في حواليه غشاء ابيض رفيع كده؟ ستات البيوت اللي بيقطعوا الكبده، مش في عليها قشره بيضاء احنا بنقشرها؟ القشره دي اسمها كبسوله. الكبسوله دي موجوده حوالين الاجهزه بتاعتنا كلها، حوالين الكبد، حوالين الغرض منها ايه يا فندم؟ حمايه. برافو عليك. الغرض ان انت تحمي الاورجن ده او العضو ده، وبتسهل الاحتكاك ما بينه وما بين اللي حواليه. عشان حركه التنفس والحركه بتاعتنا، فيبقى الاحتكاك سهل. طيب لما يتكون الغشاء الرفيع ده، حصل حاجه في السيليكون؟ لا، لسه طري وحلو زي ما هو. ساعات في 1-5% من العيانين، بدل ما الغشاء ده يبقى رفيع، يبقى الغشاء سميك. يعني لو جبت مثلا الورق اللي حضرتك ده وطبقته على بعضه كده مثلا، كمان لير. ايوه كده، وقمت عامله كده، كده بقى سميك. لما احط ايدك كده تبتدي تحس ان في حاجه ناشفه. هل دي حاجه مرضيه؟ لا، هي مش حاجه مرضيه. ولا حاجة مرضية، ولا ليها أي مشاكل، ولا هتقلب بحاجة وحشة القدر. هي مجرد خلص. إنها تضايق المريضة بس في الإحساس. إحساس للمريضة إن في نشوفية حصلت. بالظبط كده. ممكن على فكرة المريضة ما تاخدش بالها منها، الدكتور هو اللي الدكتور عادة بياخد باله منها في معظم الحالات. تمام. العملية بقى الصعبة اللي احنا للأسف بننساها ونحطها في الآخر، والوقت ما بيديناش كتير ليها، العملية تصغير الثدي. تصغير الثدي. تصغير الثدي دي بقى أقول لك، مش أنا بقول لك تكبير الثدي دي نمرة 2 على مستوى العالم؟ في مصر تصغير الثدي تقريبا دي نمره 2 في مصر، اكتر من تكبير. لا، هنقول 50-50 والله. يعني نسبه كبيره بتصغر، ونسبه كبيره بنهتم بيها ونديها وقت. احنا دايما نقعد نتكلم، السمنه عندنا كتير في مصر. طبعا. ومن ضمن مشاكل السمنه برضو ان الصدر بيكبر، واخد بال حضرتك؟ عمليه تصغير الثدي، هي مشكله كبر حجم الثدي ايه؟ عندي ليه مشكلتين، مشكله عضويه ومشكله نفسيه. المشكله العضويه تتلخص في ايه؟ الست صدرها لما يكبر يبتدي يعمل لها التهابات وتسلخات من تحت. لكن في مشكله ثانيه اهم في المشكله العضويه، كبر حجم الثدي، يعني كبر حجم الغدد اللي موجوده، الغدد دي عرضه للاصابه بسرطان. يس. تمام. لما اتعملت دراسه خدنا مجموعه من العيانين صدرهم كبير ما اتعمل لهمش حاجه، ومجموعه اخرى صدرهم كبير اتعمل لهم عمليه تصغير ثدي،
وبعد 10 سنين لقينا ان اللي اتعمل لهم تصغير ثدي نسبه حدوث الاورام السرطانيه فيهم اقل من اللي ما اتعمل لهمش. اذا عمليه تصغير الثدي من العمليات اللي بتقلل من نسب الاصابه بسرطان الثدي. ليه؟ نظريا عشان ببساطه شديده لان عدد الخلايا هيقل. بالظبط، عدد الخلايا هيقل، فبالتالي عدد الخلايا اللي موجوده الصغيره نسبه حدوث اورام منها هتقل على قد ما بشيل. طبعا غير ان كمان هي عمليه للشكل والمنظر، ده الجزء بقى. طبعا هي بتسبب نوع من الاحراج للمريضه، دي برضو اللي كنا بنتكلم عليه، الماركينجز او العلامات اللي بتتعمل قبل العملية، الرسمة أو الباترون اللي هي أهم خطوة في العملية. هي الرسمة دي بقى اللي بتفرق من نتيجة لنتيجة. الخط ده لو اتحرك سنتي برة سنتي هنا، مكان الحلمة والهالة لو ما تزبطش مظبوط، مكان الكسرة اللي تحت لو ما تزبطتش، هو ده اللي بيخلي تيجي لعنة تقول لك دكتور أنا عملت عملية تصغير ثدي وحلمة فوق وحلمة تحت وصدر كبير وصدر صغير. بنشوف مهازل، نشوف هذا العملية مش عملية، أصل الموضوع مش تصغير بس، الموضوع جمالي. أنا صغرت أوكي، لكن صغرت وعايز الصدر في الآخر يبقى شكله حلو طبيعي وحلو حلو. شكله أتراكتف طبيعي حلو. يعني ده التكنيك بتاع العملية. برضو ده سؤال مهم قوي، كل عيني يقول لك دكتور هو أنت بتشيل الحلمة والهالة؟ لا، أنا ما بشيلش الحلمة والهالة عشان أغير مكانها. أنا بقشر الجلد اللي حواليها، قشر الجلد اللي حواليها، نشيل الجلد ونرفع الحلمة والهالة للنقطة اللي احنا كنا رسمينها قبل العملية. في عملية أنا بعتبرها يعني عملية إنسانية قوي، عملية إعادة بناء الثدي بقى. من أسهل وأحسن العمليات عندنا عملية إعادة بناء الثدي. عملية إعادة بناء الثدي بتتم، الفيديو ده هيورينا كويس الشرح بتاع القصة دي. بتتم عملية إعادة بناء الثدي عن طريق ثلاث حاجات، يا إما باستخدام بالونة السيليكون، يا إما باستخدام الجزء اللي في البطن ده دهون البطن أو الظهر أو الدهون اللي موجودة في منطقة الإليا أو الهنش. تمام؟ ده هنا بيقول لنا إن احنا نستخدم السيليكون. الفيديو بعد كده يمكن هيشرح أكتر العملية. هي برضه عملية بيستخدم فيها السيليكون، بيستخدم السيليكون نفسه. وندخل بنرسم المكان بتاع الجزء اللي متشال منه الثدي، وده الجزء اللي بناخده من البطن. ودي بتبقى ميزه للسيدات اللي عندهم شباب بطن خفيفه. فبناخد الجزء الجلد بالدهون بجزء من العضله بتاعه البطن ونعديه من تحت الجلد بتاع الثدي، نعمل بيه الثدي الجديد. ودي اشهر عمليه واحسن عمليه نتيجه. ودي اهي ادي العضله اهي، خدنا العضله معاها وبنعديها من تحت اهي، نلفها نعديها من تحت نعمل بيها الصدر ونقفل المكان اللي احنا عملناه ده. هي طبعا عمليه معقده جدا، بس احنا عايزين نقول انها نتائجها نتائجها ممتازه. الصدر بيطلع تقريبا شبه طبيعي، اللي خصوصا لما نستخدم الدهون بتاعه البطن. لان ميزه عندنا المصريين عندهم بطن كويسه، فلما بناخد الجزء ده هي عملت شد البطن وبقت بطنها حلو، وفي نفس الوقت خدنا الجزء ده عملنا بيه عمليه إعادة بناء الثدي. الجزء الثاني بتاعها هو ان انا اخد العضله بتاعه الظهر. مع اخدنا عضله الظهر محتاج حد يكون عنده كميه دهون وجلد زياده في الظهر، ما ينفعش مع واحده رفيعه. تمام، ده اعاده بناء الحلمه والهاله. تمام، دي عمليه برضو عايزه فن كبير. طبعا بلا شك ضيف كبير واسم كبير جدا بينورنا وبيشرفنا، ويعني بنشكره على تنويره لينا، الاستاذ دكتور حسام ابو العطا، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات التجميل والليزر، الاسم الشهير مصريا وعربيا وعالميا، كان ضيفي في واحده من امتع الحلقات. انا عارف ان انتم اكيد استمتعتوا بيها واكيد استمتعتوا ببيوت. خليكم معنا.